موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. كشفت مصادر مطلعة عن إعفاء الفريق عيسى آدم إسماعيل من منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم ونقله إلى وزارة الداخلية وتعيين الفريق زين العابدين عثمان خلفا له. يأتي قرار إعفاء الفريق عيسى على خلفية دعوته لإعادة العمل بقانون النظام العام لحفظ الأمن عقب التفلتات الأمنية التي تشهدها العاصمة الخرطوم. كشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عن تعقيدات تواجه تشكيل المجلس التشريعي، وقال جعفر إن هنالك إشكاليات داخل الحرية والتغيير في بعض الولايات، بالإضافة إلى أنه لم يتم التشاور حتى الآن فيما يخص نسبة 60% المخصصة للعسكريين وقوى الحرية والتغيير. أعلنت سلطات ولاية النيل الأبيض انهيار أكثر من 60 منزلا وتضرر مساحات زراعية واسعة بمحلية الجبلين جراء فيضان جديد لأحد أهم روافد نهر النيل. وقال بعض الأهالي المتأثرين بالفيضان إن مناسيب المياه تفوق معدلات الفيضان في موسم الخريف، مطالبين بسرعة نجدتهم ومساعدتهم في إيجاد مأوى بديل. كشف عضو اللجنة السرية لأصحاب الصيدليات الدكتور محمد جمال عن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 300% والأدوية المحلية بنسبة 85% إلى 100%. وقال جمال إن تحرير سعر الدواء يتطلب توسيع مظلة التأمين الصحي واستثناء قائمة الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة وغيرها من الزيادات، متوقعا أن تؤدي هذه الزيادة لخروج شركات وصيدليات عن الخدمة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.